الجمهور على المنع، لكن حجة المانعين تتلخص في آية وحديث. الآية: لا يمسه إلا المطهرون، والحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه حجة الجمهور. وإياكم. لكن الفريق من أهل الحديث يجوز فيقول إن الآية في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، لأن الله قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هم الملائكة. وحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، في سنده ضعف. السلام عليكم.